انشغلت الناس في الآونة الأخيرة بالسؤال عن بعض المنتجات، هل فيها إضافة قادمة من الخنزير أو لا، خصوصاً بعد ما انتشرت لستة طويلة فيها مجموعة من الرموز. هذه الرموز تبدأ بالحرف إي وبعدها ثلاثة أرقام، وكانت تقول إن كل المنتجات اللي فيها هذه الرموز تحتوي على إضافات قادمة من الخنزير. بداية، أنا ما جاي أتكلم عن ضرر أو صحية هذه المواد في هذا التسجيل، أصل القضية هو المصدر. وبالمناسبة هذا يلامس اهتمامات المسلمين والهندوس واليهود والفيجيتيريان وغيرهم. احنا لو شفنا واحدة من هذه المواد في منتجين، ممكن تكون في المنتج الأول من مصدر نباتي وفي المنتج الثاني من مصدر حيواني. كيف نعرف؟ إما عن طريق المختبرات المعتمدة أو عن طريق شهادة موثقة من المصنع. أعطيكم مثال، قبل فترة كان الحديث عن الخميرة الفورية اللي فيها مادة الـ E491 اللي هي السوربيتين مونوستريت، مادة دهنية تستخدم للتثبيت، وكان الكلام إنها من مصدر حيواني. لما تخاطبت مع الشركة بشهادة موثقة تبين لنا بأنها من مصدر نباتي. وما يجوز أيضا لما نشوف هذه المواد تلقائيا نقول إنها مواد مسرطنة. إذن لابد أن نتحقق قبل أن نحكم، لأن بعض الناس يعتمدوا على هذه المنتجات بصورة يومية، خصوصا لما كان الحديث عن الخميرة الفورية.